هذا البرنامج برعاية أمنية. أمنية انتمي باربيكان. عم مستعين. آه يا عمو. بارك لي يا عمي. مبروك مبروك، ألف مبروك. شو بي؟ بفكر إني أخطب يا عمي. بتفكر إنك تخطب؟ مليح اللي لحقتك وأنت بمرحلة التفكير. لد علي جاي. إذا بتقول لك حبيبي إحنا بنشتري زلم، مش أنا، هي ما بتشتري شيء، ما حتدفعي، إحنا بنشتري زلم. قلها كذابة يا مطها، كذابة. أول إشي لأنك أنت بحالتك هاي مش زلم. ثاني إشي هذا فخة فخة، دير بالك توقع بيه. وإذا قالت لك حبيبي أنا ما بهمني أعمل عرس، ما بهمني مكان العرس، بتقولها كذابة. عرف إنك تلبست عرس على المريخ وبفندق المريخ الدولي، وبوفيه وموفيه ودي جي وميجي كراسي ومراسي وطاولات فاولات وورود وفرود. واذا قالت لك احنا بالعيلة ما بنطلب اشي من اللي بتقدم لنا، يعني مهر وذهب، وركز لي على كلمة احنا، قلها كذابة. اعرف انك جبت ياقو ومرجان ولؤلؤ والماس وذهب 27 و28 وتلبست السؤال. واذا قالت لك انا نهفة العيلة وفرفوحة العيلة، قلها كذابة، لانها مبين عليها مستوى النكد عندها عالي، لانه النكد والساطع آتن آتن. واذا بتقول لك انا مش مهم وين اسكن، المهم اكون جنبك، سبحان الله، بتلاقوا شقة مناسبة جدا جدا وسعرها مناسب فوق دارها لها. واذا قالت لك خلينا نوفر مسار العرس حبيبي، اعرف انك سويت الجاه في فندق. لويش؟ لانه الشارع اللي باب بيتنا ما بوسع السيوان. واللي بقول لك احلى فترة فترة الخطوبة، قل له كذاب، لانه كلها استرس وضغط نفسي ومادي وجسدي، كل هذا بتكون فوق جسمك وشي بجلط. عمو بالنهاية يعني انت اذا بدك اي اشي احنا ان شاء الله ما بنقصر معك، واذا بدك حدا يطلب لك بالجاهة انا جاهز، ويلا منه ومنه بتكمل نص دينك. بعد هالحكي كلها كمل نص ديني يا ابو السعيد. انا جاهز، قلت لك من ناحية انا جاهز، بعرفش عندك انت. انت اذا بدك بعدك تخطب انا ويدا معك، بتكيش بطلت بلاش، انا بطلبوني على 1000 جاهة باليوم. طب ماني يا ابو السعيد شو اسمه؟ شو مالك انت؟ طيب معك مصاري؟ لا. ملاقي بيت؟ لا. بتحبك؟ مش لاقي بنت. مش ملاقي بنت برضه؟ اه. هذا انت بس بمرحلة التفكير انت عمو؟ اه يعني. بتشتغل طيب؟ لا. هي بتشتغل؟ ما انا مش لاقيها. اه قلت بدي اوقعك في السوالف، قلت بجوز بدك تخبي علي.